حتى الأسرة الآن محتاجة إلى بعض الثقافة اللي تساعدها أن تكتشف بوادر مثلا أبنائها بدخول هذا المجال. شلون نعلمهم أو شلون نعرف إحنا كأسر عيالنا مثلا قاعد يسلكون سلوك غير سوي، فمعناته أن هناك شيء غريب يدخل عليهم سواء مخدر سواء أي مادة ثانية كانت. شوف أنا ما نبتكلم لك شلون قاعد يتعاطى، لأنه مستحيل أحد يتعاطى قدام هذا. أنا أعطي شواهد حقيقية تثبت أن الولد قاعد يتعاطى. جميل. كثير يدقون علي أقول ولدك يتعاطى، لا ولدي أقول لك ولدك يتعاطى. حلو، إحنا نبي نعرف هذه العلامات الأولى ولازم يركزون عليها. أنا ما نقايل لك شكله ولا كذا ولا هذا، أنا أقول لك البوادر الأولى كثرة طلب المال. إذا شفت ولدك يطلب فلوس اعرف أن ولدك دش في دائرة. إذا انفقد عندكم شيء في البيت لا تركضوا للخدامة ولا السايق، لا تروحون، أول شيء روح دور ولدك بشورة ولدك. لأن يعني ذكرني في عندي قضية، يعني سنة من السنين كنت أنا ضابط وباحث في المباحث الجنائية، انفقد من الأب فلوس واكتشفنا تالي أن البنت عطت أبوها حبة مخدر وخذت الكرت وسحبت الفلوس وراحت ويا اللي نقول حبيبها، طلعت وياه، راحوا شروا تليفونات شروا آيبادات شروا ملابس شروا كذا، وفي النهاية جزء من المال راح خذ حق المخدرات وطيح. سبحان الله. فهذه العلامتين اللي أول شيء أن كثرة طلب الفلوس وفقدان الفلوس هذا مؤشر خطير وقوي. صحيح. يدل أن في خطر عندك في البيت. صحيح. الثالث العزلة، يحب العزلة، يحب يتخشش، ما يبي أحد يشوفه. الرابع رب الأسرة اللي يعرف عياله ويربي عياله عدل يعرف من عيون ولده أن ولده في شيء، يعني تحس أن عيونه ذبلانة مثلا، يبين ذبلانة يبين قاعد يتخشش في شيء، دائما يتعامل في سرية. الشيء الأهم يعني من العلامات البارزة اللي تعاطى يلقى فيه تعب تحت عيونه، يعني الآثار هذه تبين لأنه ما ينام. صحيح. والشيء الأهم يطفي الليت ويقعد ينخش.